تأكيداً على استمرار الحياة ورغم الظروف والأيام القاسية، وفي بيئة لن يخمد فيها صوت العلم ولرسم البسمة التي حرم منها الأطفال، تم افتتاح مدرسة في بناء متواضع وسط الأحياء الشعبية القديمة. فأبو أحمد أحد القائمين على افتتاح المدرسة أخبرنا ما يلي. تم بعلمنا وبرعاية كاملة من قائد تجمع قبائل نور الدين زنقي، افتتاح مدرسة نور الدين زنقي في حي السكري، علما بأن المدارس العامة معرضة لضرب الطيران وهي مكشوفة على الشوارع الرئيسية، وحرصا على سلامة الأطفال افتتحنا هذه المدرسة الخاصة بكتائب نور الدين زنقي. مدرسة افتتحناها صار 10 أيام، وإن شاء الله الله يثبت خطانا وسيتقدم أكثر فيها. في مدرسة ثانية مؤهلة إن نفتحها إذا صار عنا هون زحمة. أطلق على المدرسة اسم مدرسة نور الدين الزنقي، وقد تم فيها تعيين مدرسات ذوات خبرة سابقة، كما وتم فصل الذكور عن الإناث، فأعداد الطلاب في ازدياد مستمر، وهناك خطوات لافتتاح مدرسة أخرى. افتتحت المدرسة بعون الله سبحانه وتعالى بسواعد المجاهدين، لأن الطلاب كانوا متعطشين إلى أبعد حدود الدراسة، فقاموا بنجدة هؤلاء الطلاب. الكسر لفتح مدرسة نور الدين الزنقي في حلب تل الزرازير، سكري تل الزرازير. والآن مدرسة قائمة من 7/9/2013، الحمد لله رب العالمين. وتضم المدرسة من الصف الأول إلى السادة الذكور، ومن الصف الأول إلى التاسع إناث. الطابق الثاني إناث والأول ذكور. أشخاص تفارق الحياة، لكن الأقلام لن تفارق أنامل هؤلاء، وسيبقون مشعلا ينير درب المستقبل المشرق. نحن جايين هون عشان نتعلم، لأن بشار درب المدارس العامة وهون فتحنا مدرسة خاصة عم نتعلم القراءة والكتابة، كلياتنا مبسوطين. لكتائب نور الدين الزنقي، حسام الحلبي، حي السكري.